Mustafa. نعم دكتور. Okay, you are the host now, please. هسه مثل ما قلت لكم احنا عندنا بالصناعه النفطيه مصطلح نستخدمه بكثره هو البرودكتيفيتي اندكس او دليل التاجيل، وهذا هو عباره رياضيا ينحسب من الفلو ريت مقسوم على البريشر دروب توتال بريشر دروب. وهذا المصطلح مهم جدا حقيقه، لانه في بعض الاحيان لا يكفي انه يقول والله انا عندي برودكشن كاباسيتي عالي. نعم البرودكشن كاباسيتي وي اولويز وي ار تارجتين وات وي ار تارجتين ماكسمايز اور ماكسمايزين يور برودكشن كاباسيتي، بات ات ذا سيم تايم وي نيد تو مينيمايز اور بريشر جروب. هذا اللي نبحث عنه. يعني مو مهم جدا انه تحصل على production capacity عالية إذا كان the pressure drop اللي مستخدمه عالي. نعم صحيح، إحنا بالنسبة أن يهمنا the production capacity لأنه إحنا بالأخير إحنا نبيع كيو ونبيع فلوري ما نبيع pressure drop. يعني أنت ما تقول والله النفط مالتي غالي لأن أنا the pressure drop مالتي عالي، لا يا بلا، ما يعني ما كنت شيء. فشغلتين مهمة نبحث يعني ندور عليها، البرودكشن كاباسيتي والبريشر دروب للبرودكشن سيستم، هذان الشغلتين المهمات. ولذلك احنا في بعض الاحيان يهم جدا نعرف الاوبتيمم اوبريتنج كونديشن، شنو الظروف المثاليه لعمليات الانتاج. الظروف المثاليه لعمليات الانتاج تعني هاو ماتش وي كود هاف برودكشن كاباسيتي، ماكسيمم برودكشن كاباسيتي، و هاو ماتش وي كود هاف مينيمم بريشر دروب. هذا راح تعطيك ماكسيمم برودكتيفيتي اندكس. فاذا البرودكتيفيتي اندكس ينحسب من كيو ديفايدد باي دلتا بي. الان دلتا بي هذا اللي نستخدمه بحساب البرودكتيفيتي هو التوتال بريشر دروب اللي جاي منين؟ من الايديال بريشر دروب والاكسترا بريشر دروب اللي يسببه السكيب فاكتور. شوف شلون؟ فاذا احنا عندنا الان لا حد يستخدم القلم، بروج فاضل، يمكن بروج فاذا احنا عندنا ما يعرف بالايديال برودكتيفيتي اندكس. هذا الايديال برودكتيفيتي اندكس هو عباره عن الفلو ريت مقسومه عن الايديال بريشر دروب، وكانه ما عندنا دامج، وكانه ما عندنا دامج. وهذا من هو؟ هذا هو التوتال بريشر دروب الكلي مطروح من عند البريشر دروب كود باي سكن فاكتور اللي هو 0.896 ام اس اللي حسبناه دلتا بي اس. هذا هو الايدل بريشر دروب. اما الاكتوال برودكتيفيتي اندكس فهذا هو عباره عن الفلو ريت مقسوم على التوتال بريشر دروب. الان شلون نعرف ما يعرف شلون نحسب الفلو افشنسي؟ الفلو افشنسي هي عباره عن الايديال برودكتيفيتي اندكس، الاكشوال برودكتيفيتي اندكس مقسوم على الايديال. الاكشوال برودكتيفيتي اندكس مقسوم على الايديال برودكتيفيتي اندكس. واذا عرفنا الفلو افشنسي نقدر نعرف ما يعرف ما نقدر نحسب ما يسمى بالدمج ريشيو. الدمج ريشيو هو عباره عن الريسبروكال لل فلو افشنسي، اي ان الدمج ريشيو هو عباره عن ايديال برودكتيفيتي اندكس ديفايدد باي اكشوال برودكتيفيتي اندكس. الان اذا كان عندي فورميشن دامج الفلو افشنسي راح تكون اقل من واحد، اما اذا كان عندي ستيميوليتد بوروس ميديا الفلو افشنسي تكون اكبر من واحد. والدمج ريت اذا كانت اكبر من واحد هذا عندك دمج فورميشن، اما اذا كانت اقل من واحد هذا عندك ستيميوليتد، هذه الدمج ريت.
فنحن دائما نبحث عن flow efficiency عالية damage ratio قليلة. flow efficiency عالية damage ratio قليلة. هذه أهمية الريسكن فاكتور. لما تعرف الريسكن فاكتور تقدر تحسب دلتا بي اس. لما تحسب دلتا بي اس راح يكون بإمكانك تحسب الفلو افشنسي من خلال حساب الايديال برودكتيفيتي اندكس اكتوال برودكتيفيتي اندكس. واوف كورس من تحسب الفلو افشنسي تقدر تحسب الدمج ريشيو. اذا الان انتهينا من موضوع بالبريشر درو داون شلون نحسب كي وشلون نحسب ريسكن فاكتور وشنو الأشياء المرتبطة بالسكن فاكتور. هسه راح نروح إلى مفهوم آخر مهم بالويل تيست أناليسيس اللي هو الويل بور ستورج إفكت. ويل بور ستورج إفكت. أكو سؤال لحد الآن؟ أكو سؤال شباب لحد الآن؟ أكو سؤال؟ ما. كل الأمور زينة واضحة. هسه نجي للويل بور ستورج إفكت. ويل بور ستورج. مثل ما قلت لكم احنا بالويل تيست اناليسيس الايرلي بريشر داتا عاده نتجنبها لما نريد نحسب ولما نريد نحدد الانفينيت اكتن لاين. الايرلي بريشر داتا عاده نتجنبها. ليش؟ لان الايرلي بريشر داتا هذه عاده ما تكون مسيطر عليها من ما يعرف بالويل بور ستورج افكت. وواقع الحال الايرلي بريشر داتا هذه هي ما تمثل سلوك الضغط اللي ناتج عن جريان الماء بالطبقة المكمنية، وإنما هذا راح يكون سلوك الضغط عن الإنتاج من السوائل داخل البئر. هذه هذا الـ pressure behavior أو الـ pressure data الفترة الزمنية اللي نشوف بها الـ well bore storage impact هذه تعتمد على مثل ما قلت لكم على حجم الـ well bore. بالتالي إذا كان عندنا deep well أو إذا كان عندنا shallow. وأيضا تعتمد على the production capacity اللي عندك على السطح. إذا قد هذه عالية ممكن تفرغ البئر بسهولة، قليلة تحتاج إلى وقت طويل. هذا الجزء من early pressure data أو في بعض الأحيان يسمى wellbore storage dominated flow. wellbore storage dominated flow أو the pressure data controlled by wellbore storage effect. هذه نستخدمها في تحديد ما يعرف بالwellbore storage coefficient. wellbore storage coefficient. وضع الحال هذا الموضوع ما قدرنا نتخلص من عنده أبدا، ما قدرنا نتخلص من عنده. يعني قبل 70-80 سنة لما كنا نسوي ويل تيست نقيس الفلوريت على السطح ونقيس البريشر على السطح ويا الزمن، ما كانت أكو عندنا مثل إمكانية ذاك الوقت. بالتالي كان الويل بور ستورج كان يشكل مشكلة. الويل بور ستورج ذاك الوقت كان يشكل مشكلة، وبالتالي لازم نحدده ونتجنبه لما نريد نحسب النفاذية. بعدين يعني من خلال التكنولوجي اصبح بالامكان انه احنا هذه الاجهزه البريشر جيجز ممكن نسوي لها دروب داون انسايد ذا ويل بور، وبالتالي هذه ممكن خلاص انتهى الويل بور ستورج. تقيس الضغط جوا ما تقيس على السطح، حتى اكو فاصل زمني بين لما تبدا عمليه الانتاج على السطح. انت بديت الانتاج على السطح بس المكمن لحد الان ما مستجيب، ورا ساعة ساعتين ثلاثة يغلى يبدأ المكمن يستجيب اعتمادا على مثل ما قلت لكم على حجم المواع داخل البئر. بس ما انت نزلت البريشر جيج داون، وبالتالي راح تعرف شو وقت يبدأ المكمن يستجيب. لكنه يعني التكنولوجيز تماما ايضا تغيرت في مجالات اخرى. الان بدينا مثلا من بداية الثمانينات صارت الهوريزونتال وير very common applications in the petroleum industry. طبيعية يعني تستخدم في كل مكان. وبالتالي الآن أوكي نزل البريشر جيتس داون هور، but you still have the horizontal section. ما أنت أصبح عندك horizontal section وهذا قد يكون طويل. أيضا صار عندنا well bore storage، يعني
يعني بعض الآبار الأفريقية الآن تمتد 20,000 قدم، مو بعد ترى قطر أكو 20,000 قدم. تتخيل 20,000 قدم يعني شيء كبير جدا. بروسيا أكو 20,000 قدم. أماكن مختلفة بأمريكا أيضا أكو قريب على 20,000 قدم. ما هذا 20,000 قدم، هذا الويلبورد راح يكون كبير جدا. وبالتالي حتى لو سويت سويت دروب داون للبريشر جيج للداون هول، عندك الويلبور ستورج مال الهوريزونتال سكشن ما زال قائم. وهذا ايضا بعدين ايضا تعالجت من خلال استخدام ما يعرف السمارت ايرث تكنولوجي، انه نخلي البريشر جيج الفلوميترات نخليها في مناطق مختلفه. ولكن فيما بعد ايضا جينا للهيدروليك فراكتشرز، ورجعنا ايضا مره اخرى الى مشكله الويلبور ستورج. فالمشكله الويلبور ستورج هذه يعني مشكله قديمه، وهي مو مشكله حقيقه، هي حاله، يعني حاله احنا لازم نتعامل وياها ولازم نحددها بشكل مستمر. في كل الاحوال اذا كان عندك فيرتيكال ويلبور، اذا كان عندك هوريزونتال سكشن، اذا كان عندك هيدروليك فراكتشرز، الويلبور ستورج افكت او الويلبور ستورج كويفيشنت هذا ينحسب من الاير لبريشر داتا، ينحسب منيه من الاير لبريشر داتا. شنو الاير لبريشر داتا؟ البريشر داتا اللي تسبق الانفينيت اكتن لاين، تسبق الانفينيت اكتن لاين. ولذلك مثل ما قلت لكم من المهم جدا انه انت تحدد الانفينيت اكتن لاين وتحدد الويلبور ستورج او البريشر داتا افكتد باي ويلبور ستورج. احنا من خلال يعني خلال هذا الاير لبريشر داتا، ومن خلال الحلول اللي عندنا للديفيوزيفيتي اكويجن، اتضح انه اكو علاقه بين التي دي الديمنشنلس بريشر ويا ما يعرف بالديمنشنلس ويلبور ستورج اللي رمز عاده سي دي. سي دي شنو هو السي دي؟ هذا السي دي الكابيتال، تشوف هذا السي دي هنا او هذا اللي هنا. السي دي هو الديمنشنلس ويلبور ستورج كويفيشنت، ديمنشنلس ويلبور ستورج كويفيشنت. ان خلال الاير بريشر داتا العلاقه بين التي دي ديفايدد باي سي دي هذه مع الزمن مع الديمنشنلس تايم هذه عباره عن علاقه خط مستقيم ميله واحد، خط مستقيم ميله واحد. هذه النقطه المهمه. ايش وقت لما نرسم لوج لوج بلوت بين منو ومنو؟ لوج لوج بلوت لما نرسم لوج لوج بلوت بين دلتا بي ويا تي، لما ترسم لوج لوج بلوت انتم تدرون احنا قلنا بالبدايه كي والاس نرسم سماي لوج، سماي لوج تي ويا دلتا بي. لكن حتى تواجد الويلبور ستورج لا السماي لوج ما يفيده. فش لازم ترسم؟ لازم ترسم لوج لوج بلوت، لوج لوج بلوت يعني لوج تي versus log دلتا. شوف شلون عيني راح يطلع عندك خط مستقيم ميله واحد. مو انت مو ترسم خط مستقيم يمر بالبيانات، لا ترسم خط مستقيم ميله واحد وتجي تسوي له ماتشن ويا البيانات. انتبه لهي النقطه عيني. انت لا ترسم خط مستقيم يمر بالبيانات اللي بالبدايه، لا ترسم خط مستقيم يمر بالبيانات اللي بالبدايه، لا انت ارسم خط مستقيم ميله واحد وبعدين تسوي له ماتشن ويا الاير لبريشر داتا. زين الان شنو السي دي؟ السي دي مثل ما تعرفوا احنا عندنا عرفنا لكم بالبدايه اول اسبوع البي دي، وعرفنا التي دي، وعرفنا الار دي. الان التعريف الاخر سي دي، شنو هو السي دي؟ هذا السي دي 0.89359 divided by 5 CTH RW square C. هذا تعريف الديمنشنلس ويلبور ستورج كويفيشنت 0.89359 لازم تحفظ هذا 5 CTH RW سكوير C. والسي هو الويلبور ستورج كويفيشنت. احنا نبحث عن السي الويلبور ستورج كويفيشنت، احنا ما نريد السي دي، السي دي ديمنشنلس، احنا نريد السي. السي هو الويلبور ستورج كويفيشنت. زين هذا السي اذا ما تقدر تحسبه من الويلتيس اناليسيس ممكن تحسبه من مرات من اشياء اخرى. مثلا السي هو عباره عن سي دبليو بي في دبليو بي. شنو الفي دبليو بي؟ الفي دبليو بي هو الفوليوم اوف ويلبور،
والسي دبليو بي هو الكومبرسابيلتي اوف ريزرفر فلويد انسايد ذا فالف. السي هو عباره عن الكومبرسابيلتي تايمز الفوليوم. كومبرسابيلتي تايمز الفوليوم. اذا تتذكرون شنو تعريف الكومبرسابيلتي؟ شنو تعريف الكومبرسابيلتي؟ من يتذكر شنو تعريف الكومبرسابيلتي؟ مقدار الحجم مع الضغط. Exactly. It is the change in the volume caused by the change in the pressure. هذا at a constant temperature. So compressibility هي عبارة عن التغيير في الحجم بسبب التغيير في الضغط. Mathematically, C اللي خلينا نقول C for the fluid inside the whirlpool هذه هي شنو؟ هي عبارة عن واحد VWP حجم المواعب البئر، وهنا عندي partial P partial V or partial V partial V partial P. See هسه هذه شوف هذا هو CWP VWP ينطي partial V partial P. هذا هو ال well water storage coefficient. هذا هو ال well water storage coefficient. هذا هو المسؤول عن تغيير الضغط أثناء الإنتاج المبكر بسبب جريان المائع، بسبب جريان الموائع من داخل الويلبور فقط. هذا هو اللي نبحث عنه، هذا هو الويلبور ستورج كويفيشنت. إذا نعرف الكومبرسابيليتي للموائع داخل الويلبور ونعرف حجم الويلبور بإمكاننا نحسب الويلبور ستورج كويفيشنت، وبالتأكيد ممكن نقارنه ويا القيمة اللي ممكن نحصل عليها من الويل تيستن باستخدام الاير لبرشر داتا. اير لبرشر داتا نظام الجريان، تدرون احنا مهم جدا نعرف الفلو ريجيمز. نظام الجريان ات اير لبرشر داتا از كول ويل بور ستورج دومينيتد فلو ريجيم. ويل بور ستورج دومينيتد فلو ريجيم اللي الويل بور ستورج دومينيتد فلو ريجيم البرشر بيهافير ديورين ويل بور ستورج دومينيتد فلو ريجيم يعطيك خط مستقيم ميلة واحد. إذا رسمت لوك تي versus لوك دلتا بي يعطيك خط مستقيم ميلة واحد، وهذا الخط المستقيم هو اللي تستخدمه في حساب الويل بور ستورج كويفيشنت. شلون؟ من هذا الخط المستقيم تأخذ أي نقطة أي زمن أي زمن وتصعد بخط المستقيم بخط مستقيم نحو الأعلى لهذا الخط المستقيم اللي ميله واحد، وتقرأ قيمة الضغط المقابلة إليه وتروح تستخدمها في حساب الويلبور ستورج كويفيشنت من هذا المعادلة. هذا المعادلة ده شوف عنا هذا خط مستقيم ميله واحد، ده شوفه هذا إيرلي، هذا هذه البيانات اللي قلنا لكم at early pressure data. ده شوف هذا بوينت وان، هذا واحد، هي قبل الواحد. ده شوف قبل الواحد هذا الخط المستقيم ميلة واحد، هذا الخط المستقيم ميلة واحد. زين تأخذ أي نقطة أي زمن سمي تي إن، وأقرأ الضغط المقابل إلى مرة أخرى. لا تروح على البيانات، روح على الخط اللي أنت رسمته. لا تروح على البيانات، روح على الخط اللي أنت رسمته. زين وأقرأ إيش قد الضغط وعوض هنا هذا تي ان. شوف هنا تي ان وهنا دلتا بي. كيو عندك معروفه اويل فورميشن فوليوم فاكتور 24 حتى تحول اورز، وفي تي ان ديفايدد باي دلتا بي تعطيك السكن فاكتور، تعطيك الويل بور ستورج. هذا اللي ايضا نستخدمه في يعني فوائد الويل تيست اناليسيس، انه تعطيك الويل بور ستورج كويفيشنت. ارجع مره اخرى الى هذه المعادله. اذا الويل بور ستورج كويفيشنت مثل ما قلنا ممكن نحسب بطرق اخرى غير الويل تيست اناليسيس، اذا نعرف الكومبرسابيلتي لمواعي داخل البئر ونعرف حجم البئر من الممكن ان نحسب الويل بور ستورج كويفيشنت.
هناك معادلة أخرى أيضاً للويلبور ستورج كويفيشن سي هو عبارة عن 144 بي ميو divided by رو دبليو بي، وطبعاً هذه هي density للمواع داخل البير، والفي يو هو اللي تشوفن كاباسيتي، تشوفن كاباسيتي إيش قد barrels of oil ممكن تكون موجودة خلال واحد قدم من البرودكشن تيوبن. من هذا المعادلة هي نفسها ممكن نحولها إلى هذا الشكل، بدل ما تكون عندنا فوليوم راح نحولها إلى cross section area for production tube. cross section area for production tube. هذا أيضا ممكن نستخدم هذا المعادلة. فإذا عندنا طرق أخرى لحساب الويلبور ستورج كويفيشنت وغير الطريقة اللي إحنا نطلع نحسبها من الويل تيست أناليسيس. من الويل تيست أناليسيس هذه الطريقة مثل ما قلت لكم، من الويل تيست أناليسيس نشوف هذا رسم، هذا لوج لوج بلوت، لوج تي versus لوج دلتا بي، لوج تي versus لوج دلتا بي. من ترسم هذا الرسم لا ترسم باو عليه، لا تروح لا ترسم يعني خط مستقيم يمر بالبيانات، لا نعم إذا مر بالبيانات يا ريت، لكن الخط المستقيم المفروض أنت ترسم أولا الخط المستقيم، تستخدم اللي هي تشوف هذا 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 الآن هذا سأنا رسمت الخط المستقيم على أساس ميلة واحد، هذا خط مستقيم ميلة واحد، تشوف خط مستقيم ميلة واحد. شنو يعني ميلة واحد؟ يعني ياخذ لوك سايكل X ولوك سايكل Y، لوك سايكل X ولوك سايكل Y، هذا هو ميل خط المستقيم مقداره واحد. من رسمته أجي هسه أسوي له ماتشن ويا البيانات، من رسمته أجي أسوي له ماتشن ويا البيانات، إذا مر بيها هذا كل زين، إذا يعني مو بالضرورة يمر بكل البيانات، أحيانا قد يكون نحتاج نقطة ونقطتين فقط يمر بيهن، نقطة ونقطتين، خصوصا إذا كان عندك الويلبور ستورج ما يستمر لفترة طويلة، فنقطة ونقطتين كافية، بس إذا مر بأكثر من نقطة ونقطتين هذا بعد يكون أحسن. فإذا النقطة اللي كنت تنتبهوا لها إنه لما تريد تحسب الويلبور ستورج أولا ارسم لوج لوج بلوت T versus delta B W، اثنين ارسم خط مستقيم ميلة واحد، ومن ثم سوي ماتش ويا الاير لبرشار داتا، الآن تحصل على الجود ماتش، اخذ اي نقطة TN واصعد للخط المستقيم هذا واقرأ delta TN واستخدم هذه المعادلة في حساب الويلبور ستورج كويفيشنت. واضحة على شنو احشي شباب؟ واضحة اكو شيء هنا مثلا مو واضح؟ واضح انا على شنو داعش شباب؟ ماكو سؤال؟ نعم دكتور واضح. خوش خوش خوش، بس خلي اشوف هذا على مود نسوي تخزين للتسجيل السابق قبل ما انساه وارجع لكم. زين، إذن هسه إحنا بالبرشر درو داون عرفنا شلون نحسب كي نين من السلوب مع الانفينيت أكتن لاين، خوش، وعرفنا شلون نحسب السكن فاكتر منين، السكن فاكتر من تي إكوال تو وان، نحسب بي دبليو اف دلتا بي دبليو اف أوف وان أور، ونروح لمعادلة السكن فاكتر نحسب اس. وطبعا بهالحاله هذا ايش ترسم؟ لازم ترسم سيماي لوج بلوت تي فيرسس دلتا بي دبليو، حسبت كي واس وانتهينا من هذا، تجي الدوره ترسم لوج لوج بلوت بين تي ودلتا بي دبليو وتركز على الاير لبرشر داتا، ترسم خط مستقيم ميله واحد وتسوي له ماتشن ويا اير لبرشر داتا، ومن هذا الخط المستقيم تحسب تي ان ودلتا بي ان، وبعدين تحسب سي. زين، اكو امكانيه انه نحسب ما يعرف بالستارتنج تايم اوف انفينيت اكتن لاين. ستارتنج تايم، شو وقت يبدا الانفينيت اكتن لاين؟ نعم من الرسم احنا نقدر نعرفه، من الرسم نقدر نعرفه، بس الجرافيك ريزولوشن مو دقيق. نعم يعطيك فكره تقريبيه بس مو دقيق. ماثيماتيكلي الستارتنج تايم اوف انفينيت اكتن لاين ممكن نحسب من هاي المعادله، اذا تشوفون هاي المعادله هنا starting time of infinite actin line TIL
starting time of infinite actin line. هذا ينحسب من هاي المعادلة 200,000 زائد 12,000 times skin factor اللي حسبناه times viscosity times c اللي حسبناه هنا مقسوم على k اللي حسبناها من السلوب مقسوم على h. هذا هو ال starting time of infinite actin line. هذا تقارنه ويا من ويا ال الرسمة مالتك السماي لوج بلوت يعني ويا القيمة اللي تحصلها graphically. بشوف recording بشوف in progress. شنو هذا؟ تشوف أنت ال starting time اللي حسبته إيش قد هو قريب على ال starting time اللي تحصله من الفلوت. يعني عندك طريقتين للحصول على ال starting time of infinite actin line. graphically من السماي لوج بلوت وأنالتيكلي من هذا المعادلة. هسه انتهينا من هذا الموضوع راح نروح نحل هذا المثال اللي امامنا. شوف اكو مثال امامك اكزامبل نمبر 3 راح نحل هذا المثال راح احل لكم اياه على اكسل شيت خطوه خطوه فتنطيني انتباهك حتى تعرف شلون ممكن تتعامل ويا البريشر درو داون تيست مستقبلا. مصطفى مصطفى do you hear me؟ مصطفى نعم دكتور يعني ممكن ترجعني هوست؟ نعم دكتور ياك رجعني هوست تدلل دكتور اوكي دان مصطفى كملت عندي رجعتني نعم دكتور رجعتك من السابق ايش عندنا اذا تلاحظ هنا عندي جدول هذا جدول تشوفوا عيني هذا الجدول هو عباره عن بريشر درو داون تيست هذا مستمر لمده يومين 48 ساعه يومين زين عيني يعني انا اتوقع هذا النفاذيه مالته زينه هذه البيانات اللي تخص البئر انه الفلوريت كانت 1200 بالتالي انا اتوقع هذا الويلبور ستورج مالته راح يكون يعني تاثيره قليل جدا لانه مستخدمين يعني البريشر داتا راح تكون فيري ايرلي 1200 انشر ريزرفر بريشر جيفن فورميشن ثيكنس جيفن ار دبليو جيفن ميو فيسكوزيتي جيفن سي تي از جيفن اويل فورميشن فوليوم فاكتور بوروسيتي جيفن شنو المطلوب؟ المطلوب انه نحسب النفاذيه السكن فاكتور البرودكتيفيتي اندكس الفلو افشنسي دامج ريشيو الويل وور ستورج كوفيشنت طبعا الستارتنج تايم اوف انفنت اكتر لاين مطلوب كل هاي الاشياء نحسبها مع بعض من هذا البريشر درو داون تيست فخلي اروح اشوف اعتقد عندنا هذا هو يعني موجود خلي اوقف الشير من هذا صور عندي بالداتابيس شو بس النتيجه نعم موجود هذا انا ايش راح اسوي راح امسح الحل القديم واحله امامكم من جديد فراح امسح كل الحل هذا اللي هنا حتى اعيد الحل من جديد اها اشيل هاي الاشياء كلها حتى نبدا خطوه خطوه هذه خلي الغيها كلها ابقى المعادلات لان نحتاجها حقيقة هذا المثال ينطيك كل شيء فيعني رجاء انطوني يعني انت قول دكتور العرض ماكو هسه راح اعرض امامكم عين ماشي هذه هي البيانات نقلناها احنا من السلايد اللي هنا تشوفوها الفلوريت هاي البيانات وهذا هو البريشر ريكوردز هاي البريشر ريكوردز الان المطلوب من عندي نفاذيه سكن فاكتور ويل بور ستورج
مطلوب من عندي productivity index, low efficiency, damage ratio, مطلوب من عندي بعد شنو, of course, well worth storage, مطلوب من عندي starting time of infinite action line graphically و analytically. هاي الأشياء اللي مطلوبة من عندي. زين. مثل ما قلت لكم بالبرشر درو داون عندنا تو اوبشن, اما ان ترسم بي دبليو اف وي تي او ترسم دلتا بي دبليو اف وي تي, وانا افضل بالبرشر درو داون اولويز روح للدلتا بي. فراح احسب دلتا بي, راح اجي خلي اقول خلي دي بي دبليو اف, هذا دي معناها دلتا, هذا بالبي اس اي. هذا شلون ينحسب؟ هذا ينحسب من بي اي, هذا البي اي ناقص الـ pressure records at each time step. هذا وحتى لا تعيد العملية دائما, طالما أن الـ PE نفسه راح تستخدمه, فش نسوي؟ نخلي له دولار ساين. دولار ساين معناها أنت تقول للأكسر شيت أنه هذا راح تستخدمه في كل السيرس القادمة. دولار ساين أضغط على F4 أنطاني الدولار ساين, خش وأجي هنا أنقر, شوف حسب لي على الكل. أول رسم أرسمه هو السيماي لوج بلوت بين تي ودلتا بي دبليو اف. سيماي لوج بلوت انسرت عيني هنا charts, اختار أول واحد هلا وخر هذا لأن هو مرسم سابقا. شوية تكبر الرسمة حتى تشتغل براحتك. زين عيني تشتغل براحتك. الآن انقر رايت كليك على هذا البوكس اللي امامه, قول له سلكت, اختار البيانات, اد, راح يطلع عندك هذا. اترك الاول للعنوان, اروح للثاني, هذا يمثل اكس اكسس اللي هو الزمن. اها بعدين انقر هنا, ارجع روح للثالث, الثالث يمثل الواي اكسس اللي هو من هو دلتا بي اللي هو هذا. اوكي مره اخرى, اوكي مره اخرى, أوكي. هسه طلع عندك هذا الرسم. شيل هاي منه, ديليت. هسه شنو يراد؟ اكو شغلات تعديلات, مثلا هذه تكبرها حتى انا اكبرها لكم حتى تشوفوها بوضوح. زين عيني هذه, ونفس الشيء بالنسبه للواي اكسس ايضا اكبرها حتى تشوفوه بوضوح. زين عيني خوش. مثلا تريد تضيف الاكسس تايتلز, عناوين المحاور, الاكسس تايتلز, تجي هنا تقول له اضيف العناوين المحاور, راح يضيف لك اياها. تجي هنا شو تخلي؟ تخلي تي تايم مثلا زمن اورز. انتهينا. هم تقدر تكبرها منا. زين عيني خليها بول. وهذا ايضا شو تخلي له؟ تخلي له دي بي دبليو اف بي اس اي, وايضا تقدر تكبره. زين عيني بول خوش. هذا اللي انتهينا منه. يعني مثلا تريد تلون شكو بيها, انا اريد الون هذا, اجي اقول له والله خلي الفورمات شارت اريا فل, امليها سوليد فل, اقول له سوي لها مثلا لون اصفر. اجي هذا شارت اريا البلوت اريا هنا, اجي انقر اقول له فورمات بلوت اريا, هم سوي له سوليد فل, سوي لها مثلا هذا اللون. حلو صار. شنو الأشياء الأخرى اللي ممكن خلي أغير شوية أوضحها؟ هذا حسب الآلة. نعم هذا يكون أفضل. هذا الماركرز مالتي مثلاً, ماركرز أريد أكبرهم, ماركر أوبشنز بيلد سويهم خمسة مثلاً, سويناها سوليد فيل. نعم أقدر أخليها لونها أحمر مثلاً. بوردرز ماريد, بوردرز ماريد لهم بوردرز, سوف أقول له نو بوردرز. هذه شغلات نسويها بالبداية. شنو عندي؟ عندي الجريد لاينز. الجريد لاينز مو واضحة, فأجي أنقر على الأفقيات أقول له فورمات جريد لاينز, سوي لي إياها مثلا حمراء أو سوداء. تشوف عندك الجريد لاينز طلعت واضحة. الجريد لاين العمود نفس الشيء, فورمات جريد لاين أقول لهم سوي لي إياها سوداء. مثلا أكل الماينر, ماينر جريد لاين أيضا, أجي ماينر جريد لاين موجودات في مكان ما, عشان احاول اوصل لها. ما ادري
صور ما موجودات لازم أضيفهن. أجي خلق أجي هنا. نعم ما موجودات. grid line بشوف عيني. primary vertical primary horizontal ها عشرة ظهرة مكان الموجودات. هذه أجي format grid line أخلي لها فد لون آخر. format grid line أخلي لها فد لون آخر شوية أطوخ. مثلا هذا بشوف عيني ظهرا هسه للأفقيات أيضا. أنا دسوي هاي الأشياء هي مو ضروري يعني مو ضرورة بس يعني ممكن تستفيدون منها خصوصا لما لما تريد تحسب الميل. هسه انتهينا. هسه نرجع للإجراء العملي. إحنا قلنا لازم نرسم سماي لوج بلوت. سماي لوج بلوت المن السماي لوج بلوت تي should be log scale. إذا هذا عندك التي تيجي تنقر على الأكس أكسس اللي هو التي اللي فورمات وهنا أكو لوغاريتمك سكيل إذا شوفته انقر عليه هسا أنطاك شوف هسا هذا لوج بلوت سماي لوج بلوت. شغلة ترتيبية إنه الفيرتيكال أكسس يتقاطع بالنص وأنت ما تريد يتقاطع بالنص زين عيني فتروح لهذا الأكسس فاليو هنا قل له خلي يتقاطع عند البوينت أو وان بوينت أو وان تشوف شفت رجع للبوينت او 1 بدا يتقاطع ويا من ويا البوينت او 1 زين. هسه وين جزء البيانات اللي انا اتعامل وياه اللي انفينيت اكتن لاين من يجاوبني الجزء الخاص بالانفينيت اكتن لاين وين من يقول لي حكيت انا هاي اكثر من مره جزء البيانات تقريبا دكتور قبل بدايه العشرة قبل هيك قبلها وبعدها تمام صحيح قبلها وبعدها إذن مش راح أجي insert أشوف عيني shape أخذ هذا الخط وأحاول هذا الخط أيضا توضحه تقول كبره مثلا سوي 2 أو حتى 3 ماكو مشكلة. الآن هذا تدور على الميل أنت تسوي matching يعني مو هذا أنت تريد ميله هسه يمكن شوية أفضل هسه هذا هو الخط مالك هذا هو الانفينيت اكتن لاين هذا هو الانفينيت اكتن لاين ده شوف هاي البيانات قبل الواحد وبعد الواحد لغايه الخمسه هذا تجنبها لان هذه ويل بور ستورج افكت هذا هو الانفينيت اكتن لاين ايش نحسب من عنده الانفينيت اكتن لاين ايش ندور من الانفينيت اكتن لاين ايش نحسب ميل اكزاكتلي ميل اكزاكتلي الميل